أم سلمى كتسولك دكتور، عند بنيتها عندها 12 سنة دائما كتشكى من ألم في البطن سواء كان فيها الجوع أو الواكلة، وكيشدها الألم لدرجة البكاء، مع العلم أنها زيدة في الوزن ودوزت لها مرارا وتكرارا كيقولوا لها غير الحنيشات ولا غاز، رغم أنها شربت الدواء ولكن الألم مازال هو هو. بحال دابا الا كان شفتوا الا كان الوزن زايد، يعني انها طفله يمكن كتاكل بزاف، خصنا نردوا البال لهذا الشيء. الا كانت كتاكل بزاف تقدر تجيها بحال تخمه، هاد التخمه كتعطيها الام في البطن. مثلا الا كان هذا الشيء مزمن بزاف، هذه كيفاش عام ولا عامين ولا 3 سنين، يعني راه غالبا شي حاجه اللي ماشي 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 عضويه، خصنا نشوفوا من الحاله النفسيه، نشوفوا واش كاين شي حاجه اسباب نفسيه، واش عندها صراع مع فوق 12 عام، تقدر تكون مراهقه عندها بعض الصراع مع بعض المشاكل، بعض المشاكل في العائله، سيرتو البنات يلقاو بعض التعاليق بيناتهم، شي تيعلق على شي، دونك هذا كيدخل تيدخل في العامل النفسي ويقدر يترجم بالم في البطن. راديو دوزيام، راديو دوزيام، راديو دوزيام.